يا اهلا بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه، والمره دي بقى الوضع مختلف وهنتكلم في ملف مختلف تماما. ايوه اهو ملف أيوة. الصلاه كلام محترم زي ما حضراتكم اكيد تابعتونا. احنا هنتكلم في الفقره دي عن العاب الصالات في الاهلي طبعا اللي شهد حصد العديد من البطولات مؤخرا كمان، وهنتكلم يعني على جانب كمان البطولات المختلفه للمنتخبات، بس كل ده بشكل اكثر تفصيلا طبعا مع استاذ شادي نبيل الناقد الرياضي اللي منورنا. بونسوار، لا بونجور، بونجور. مش هتختلف قوي يعني، والنبي تمشي بونسوار برضه داخلين على نص اليوم بالظبط، مش وحش بونسوار. ايوه بس يعني سعداء ان انت معانا النهارده استاذ شادي بجد، لان المره اللي فاتت كنت معانا كنا لسه بنقول عايزين الكاس وهو الكاس معانا بس كده. انا اللي مبسوط طبعا ان انا موجود معاكم في يوم زي ده، يعني سعيد جدا. اهلا بيك، ومليون مبروك للنادي الاهلي ودايما كده في نجاحاته انجازاته بطولات، موسم استثنائي لالعاب الصالات ده على كل الاصعده. ده احنا وقفنا عند فريق كره اليد لوحده، رجال وسيدات، دوري وكاس، لا خمسة. في حاجه الحمد لله دي الخمسه كده، في حاجه تستحق التوقف عندها يعني. طبعا ده لازم نبتدي بيها طبعا. طب مرجعيه ده ايه في رايك؟ الشابو وتحيات وكل كلمات الشكر للكابتن خالد العوض. أول حاجة عامل شغل ممتاز الحقيقة. أول حاجة النشاط الرياضي يعني عموما، النشاط الرياضي اتطور تطور هائل. حضرتك زمان كان التركيز كله على الكورة، من فترة كبيرة داخلين في أكتر من 10 سنين خلاص الجمهور بقى يعي يعني إيه ألعاب صالات، يعني إيه بقى خلاص بقى فيهم منافسة، ولازم أعرف اللي أنا أكسب وأجيب صفقات، ولازم فريق الفولي وفريق الهاندبول وفريق الباسكت تنس طاولة كل ألعاب الصالات لازم نكسب. فاللي حصل ان كان في تركه كده محمله بشويه عقبات، جه كابتن خالد العوضي طور كل حاجه بطريقه بسيطه جدا، اشتغلنا خططنا الكوتش المديرين الفنيين محتاج ايه، بجيب الصفقات. المشكله مش لازم افضل منتظر عليها سنه او اتنين لحد ما اتاكد هو انا شايف صح ولا غلط. والحقيقه المدراء الفنيين يعني يعني تم جلبهم مؤخرا في حالات معينه في فرق معينه برضه هم كمان اندمجوا بسرعه جدا، لان انت اخترت صح، انت اخترت ناس اوريدي عارفه زي ما بيقولوا كده ايه اللاعب المصري اشتغلوا معاه، يعني سواء ديفيد ديفيز في الهاندبول هو كان مدرب منتخب مصر في 2019 واتكلمنا قبل كده اللي هو كان حط المنتخب على بدايه الطريق العوده للانجازات بعد الغياب فتره كبيره. لما تختار اوجوست بوش كان مدرب سابق لنادي الزمالك عارف اللاعب المصري فعارف الاجواء في افريقيا فقدر لما جه خمس بطولات من خمس بطولات. صحيح. كذلك كابتن ميدو مصلحي ومحمد مصلحي في الطايره، كابتن حمدي الصافي اوريدي كانوا كباتن كبار موجودين على الساحه وهم القاده، فبالتالي الصفقات انت محتاج ايه من اللعيبه. فطبعا كابتن خالد العوضي كل التحيه والتقدير، لان انا كنت عامل حسابي فعلا الاول كلام يبقى عليه، بنرسل له كل التحيات. يستاهل يستاهل نتاج تعبه، ما بينامش، كلمه في اي وقت 4 الفجر هتلاقيه بيخلص صفقه، ال 10 الصبح بيعمل مؤتمر، الساعه 2 دايما الصفقات مرتبطه. لا هو على الجانب الفني يعني زي ما انت بتقول يا شادي واكتر بصراحه، وعلى الجانب الشخصي كمان شخصيه محترمه ومشجع درجه ثالثه للنادي الاهلي جدا، يعني دي حقيقه. طبعا طبعا، فيعني ده الجزء الاداري. الجزء الفني بقى لو احنا هنتكلم بمناسبه الكاس ده، يعني ديفيد ديفيز جه في نص الموسم ما اعتبرش هو اللي اختار حتى القائمه الاساسيه، جه شايف المحترف مش قد كده البرازيلي رونانس، النادي الاهلي استغنى عنه، قدر يطور من اللعيبه. خلي بال حضرتك برضه ان انت لما تجيب مدير فني، ما انت ممكن تجيب مدير فني بيشتغل على القماشه اللي معاه ما بيعملش اي ابديتس او ما بيعملش تطوير ليهم. طبعا. المهم ان انت تطور اللعيبه، لان انت برضه عندك خامات محتاجه اللي هي تتطور، يعتبر جيل مش ناشئ بس اعمار سنيه صغيره محتاجه الخبرات. طبعا لعيب كبير كان لعيب منتخب اسبانيا، حصل على بطوله العالم 2005، يعني خبرات متراكمه كبير، كون اللي هو يعرف ينقلها للعيبه فده طبعا يحسب له. طبعا طبعا كان عندنا صراحه مع كامل احترامي سواء لحميد او لطه او للطيار سابقا او لهادي رفعت، كان عندنا مشكله دايما في مركز حراسه المرمى. لما جه اصر على وجود جهاز فني معاه، فينيو لوسرت كرواتي برضه حاطط، يعني كان جول كيبر منتخب كرواتيا، اثنين اولمبيكس، فانت برضه خبراتك طبعا عاليه. طبعا. عايزين نشوف ما شاء الله حميد ربنا يرجعه بالسلامه، وقت الاصابه الجمهور كله كان قلقان طيب طه هيعمل ايه؟ صحيح. طه فاينل كاس وسيمي فاينل كاس وفاينل كاس اثبت جداره،
دلوقتي متواجد مع الفريق برضو احمد وليد القادم من الاعاره من البنك الاهلي. فبالتالي ان الجهاز الفني كامل بيشتغل في المنظومه اللي انت خلاص انت كسبت دوري وكاس، بطوله كاس السوبر الافريقي ده مهم جدا بتاهلك للسوبر جلوب. بس احنا كان اصلا ليه عندنا مشكله في المركز ده تحديدا حراسه المرمى؟ عشان انت اسلوب وستايل تدريب حراسه المرمى لكره اليد معتمد على الرياكشنز، مش اللي انا هشوط الكره هيصدها، ما هو اكيد طبعا بالخبرات الكبيره بتاعته هيصدها، ده دوره بالظبط. لكن الرياكشنز اللي هي برضو الكره، بص حضرتك لو احنا بنتفرج رميه الجزاء 7 امتار، ما هي بتتشاط، هي صعبه جدا على حارس المرمى، بس التركيز مع حركه الايد مع اللي انت تشتت او تجبر اللاعب اللي هو يحطها في الزاويه اللي انت عايزها سواء فوق او تحت عشان تصطاد رجلك او ايدك، ذهني برضه طبعا طبعا. فهي دي اختلاف التدريب، يعني اختلاف ستايل التدريب. فطبعا دي كانت من التطور الهائل الهائل الملحوظ جدا على فريق كره اليد النادي الاهلي، لان احنا لو اتكلمنا الفريق عناصر مقارنه بالموسم الماضي ما فيش اختلاف كبير، يعني تقريبا معظم العناصر هي هي، يعني احنا تقريبا مع بس اللي حصل فيه تطوير استجد فني فبالتالي وثقه. ماتشات كتير كنا بنلعب قدام نادي الزمالك بنبقى متقدمين 5-6، الفرق يرجع 2، تعمل كده الماتش يضيع. وقعدنا كده فتره، صح، قعدنا بالستايل ده فتره. امبارح امبارح نفس اللي حصل، بس الفارق في ايه بقى؟ اللعيبه واقفه على رجليها، يعني الفارق كان 7 اهداف، وصل لهدفين، وكان المفروض خلاص وصل هدف واحمر رايح بانفراد تعادل، اتصدت رجعنا الفرق تاني 4. فبالتالي اللعيبه عندها ثقه في نفسها وفي امكانياتها، لان هي الهاندبول الباص نفسها انت يعني سوري يا كريم، وانت ماسك الكوره لو بترعش هتقع من طبعا مليون في المية. كان ماتش قوي قوي الحقيقه، ماتش قوي جدا طبعا طبعا، يليق يعني بالاسمين. كنت اتمنى وكنت اتمنى وجود نادي الترجي، عشان ده كان هيبقى اختبار يعني كشادي او كجمهور لقوه النادي الاهلي، احنا واصلين لحد فين. انت لما تلعب الترجي بطل افريقيا وبطل العرب، لا تعالى بقى احنا دلوقتي الاهلي هنعمل معاك ايه؟ كنت اتوقع ان الاهلي كان يعني هيقدم ماتش هايل، هي فرق بس اللي انت ايه يعتبر ريحت يوم زياده عن نادي الزمالك، مع ان نادي الزمالك الماتش بتاع الدور قبل النهائي مع جي اس كي الكونغولي الكونغولي يعني يعتبر ماتش كان بري ماتش كده قبل ماتش الاهلي، تحصيل حاصل. فطبعا موسم والبطوله كاس الكؤوس اللي هتبتدي ان شاء الله بكره، بطوله مهمه جدا لان هي دي اللي بتخليك تلعب السوبر بالظبط، فهي مؤهله ليه بالظبط، هي حاجه بتوصل لحاجه بتوصل لحاجه. ده على صعيد الرجال طبعا، على صعيد سيدات دوري وكاس وان شاء الله بطوله افريقيا، وفي تدعيمات يعني انا لسه بنتكلم على سيب الكابتن خالد العوضي، في لاعبتين من مونتينيجرو تم التعاقد معاهم للمشاركه مع فريق السيدات في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، بطوله على صعيد السيدات مختلفة على صعيد الرجال خالص. في ايه؟ بترو اتلتيكو اول اغسطس بريمير دو اغسطو ابطال انجولا مكتسحين القاره انجولا يعني احنا هيبقى اصعب كمان، صعب جدا على مستوى السيد، بس نتمنى ان شاء الله يعني وجود البطوله في صاله الامير عبد الله الفيصل وتدعيم جمهور النادي الاهلي، اللي اتمنى بقى خلاص يعني الموقف اللي حصل في بطوله البي ال او بطوله افريقيا لكره السله نعديه بقى، وبطوله الهاندبول نبتدي الجمهور يحضر تاني، لان مسانده الجمهور للاعبين بتفرق جدا. السيدات بالذات محتاجين دعمهم، لان السنه اللي فاتت كانوا زعلونا كتير، السنه دي دوري وكاس وان شاء الله بطوله افريقيا دي ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه كويسه باذن الله. جميل، تعال بقى نروح للملفات الايه المختلفه والشائكه لان لازم نطمن. ما ينفعش تسيبيني صح؟ بص يا استاذ شادي، احنا والله بجد بكلمك لان والله انا احنا لازم نطمن لما تيجي تتكلم بقى عن اولمبياد باريس جدا. انا لازم اجي واسال كمواطن مصري كمشجع مصري، هو انا دلوقتي كاتحادات على مستوى اللعب الفردي والجماعي واصل جايب لك هديتين النهارده؟ ايه جايب لك هديتين وانا جاي؟ ايه بقى؟ يعني بطوله ذهبيه سلاح شيش محمد حمزه أيوة. في المكسيك، وان شاء الله محمد سامي مؤهله ان شاء الله من ضمن الاولمبياد المؤهله، ومهند شعبان كان لسه من شهر كسب ذهبيه وبعديها كسب فضيه في كاس عالم للخماسي، وابتدينا يعني احنا الحمد لله ماشيين بخطى نقدر نقول كويسه جدا للتاهل بقى لاولمبياد باريس، بس هل لسه في شغل ناقص؟ هل لسه في شغل كتير؟ طب نتكلم بقى عشان برضه يعني نطمن الساده دلوقتي المتابعين، لسه في شغل كتير لان هي في العاب لسه ما ابتدتش سلسله كؤوس العالم او سلسله التصفيات المؤهله لباريس، وفي العاب ابتدت زي السلاح زي الخماسي جمباز، بس الاتحادات عليها شغل كبير جدا 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 ان هي تفضل كل مادة
تعمل استعداداتها وتعمل معسكراتها للاعبين واللاعبات، لان احنا زي ما احنا بنقول احنا ممكن يعني ثلاث اربع تصفيات مؤهله او كؤوس عالم مؤهله ما يحصلش نصيب، وتيجي مثلا في بطوله عالم اللي هي بتبقى الفيصل يعني تعرف تحقق الميداليه وتتاهل لباريس. بس هو بشكل عام ومن زمان دايما مشاركه مصر ببعثه بارالمبيه بتؤتي ثمارها وبيرجعوا لنا بكم وافر من الميداليات ومعظمها ذهب بصفه خاصه اكتر بكتير من مشاركاتنا الاولمبيه في الدورات الاولمبيه المختلفه. ده راجع لايه برضو في رايك؟ يعني عشان بس نكون صراحة، هي دي بتبقى ستايل وطريقة إعداد وتجهيز مختلفة عن الأسوياء، يعني ذوي الهمم يعني تحس فعلا اللي هو مش عايز أقلل من الأسوياء اللي هم ما بيبقوش عايزين يعملوا اللي عليهم، نفس الحمية يعني بالظبط، لا بيبقى الباور يعني 200% بيعمل مجهود عايز يثبت لنفسه أنا يعني أنا دلوقتي بلعب أي رياضة وربنا نفخ في صورتي وبشارك في دوره اولمبيه اتراخى؟ لا، فاهم قصدي؟ لا يعني هو مش بيتراخى، بس هي اللقطه ان هو زي ما انت بتستعد يا كريم العالم كله بيستعد. بس واضح ان استعدادات العالم مختلفه شويه عن استعداداتنا، لان نتاج استعدادات العالم مختلف كتير عن نتاجنا احنا. طبعا، لان انت التجهيز بص كريم اقول لك على حاجه، المنافسات من الصغر يعني من وانت صغير بتهلكك. يعني احنا زي ما احنا بنتكلم اللي انت بره في اوروبا او في امريكا او كده ممكن ما يلعبش على كم البطولات وهو ناشئ زي ما انت بتلعبها، زائد. طب لما دي حاجه بلس ولا ماينس؟ يعني ما دي اعتقد حاجه ماينس. لا دي ماينس. دي ماينس. لا تستهلكك ماينس يعني. لينا بلس ليه بقى؟ اللي هو بيبقى اعداده، هو بيبقى متارجت اللي هو البطل ده بيتم اعداده لبطوله اولمبياد، احنا مثلا في مش بقى لباريس، للوس انجلوس 2028. انت بتتكلم ان التدريبات الزياده ده انهاك للاعب بدل ما يكون خبره ليه مثلا؟ مش التدريبات، المنافسات. طيب ما المنافسات دي تعتبر تدريب، تجهيز. ضغط المنافسات لما انت تبقى عندك، بتثقل اللاعب المفروض، بتثقل اللاعب لكن بتهلكه نفسيا وعصبيا. انت ضغط اللي انت تلعب ضغط مباريات وانت عندك 13 14 سنه، انت المفروض ما تلعبش، تلعب منافسات لكن مش بطولات. يعني مش بتبقى مطالب اللي انت لازم تكسب، مش مطالب بحساب، لكن بتلعب منافسات اللي هو الجزء الترتيبي فيه مش مرتبط باللي انت هتكمل ولا لا، هتفضل مكمل في النادي. فهمت قصد حضرتك. يعني اللي انت انت بطل وعندك مؤهلات، بس انت بتفضل ستيب باي ستيب، سنه باي سنه، يعني سنه بسنه سنه بسنه سنه بسنه لحد ما توصل للتارجت بتاعك. لكن احنا هنا في مصر بنهلك اللعيبه على مستوى الناشئين. زائد حاجه تاني، ان هو هناك ما بيلعبش بطوله شركات عشان يعمل فلوس، ما بيلعبش بطوله جمهوريه للنادي، ما بيلعبش بطوله مش عارف ايه لقطاع خاص. هناك بيلعب حاجه واحده هو متارجت عليها، هو بيبقى لعيب محترف لحاجه واحده. احنا هنا بيشتغل الصبح وبعد الظهر وبالليل وبيروح الجيم الفجر عشان يروح، ففي حاجات كتير جدا. انا بكلمك على نقطه سؤالك، في نقطه ان هو هم بيجهزوا، بيجهزوا واحنا بنجهز، بنجهز، لكن اتكلمنا قبل كده كتير برضو في نقطه يوم الماتش ويوم المنافسات، انت حالتك النفسيه والبدنيه والذهنيه بتبقى عامله ازاي؟ فلا، في عوامل كتير جدا. تحقيق الميداليات على الصعيد الاولمبي مش حاجه سهله، زي ما بقول لك احنا دلوقتي يعني زي ما انت نهاوند بتقولي لي، طب احنا منتخب السلاح، منتخب السلاح انا بقول لك على مثلا محمد حمزه، محمد حمزه حاجه و20 سنه، فما ينفعش اقول اللي هو محمد حمزه لما هيجي بعد بكره يلعب اولمبيكس المفروض يحقق، لا انا عايزه يوصل باريس بنتارجت اللي هو يبقى جوه الثمانيه، لما يوصل لوس انجلوس يبقى هو. طب معلش السؤال، هو كسب على فكره، كسب صاحب يعني كسب في الفاينل صاحب الميداليه الذهبيه في طوكيو. طب ما هو ده بقى اللي يخليني اسال بثقه اكتر السؤال ده، فكره ان انا ليه ما اقولش ان هو حتى لو ايرلي 20s في اول العشرينات، هو انا ليه ما اقولش ان هو يروح يفوز في باريس؟ ليه استنى لغايه طوكيو؟ وهل لو قارنته بلعيبه تانية بنفس عمره بنفس الفئه في دول اخرى، لا بيفوزوا على فكره،
بالظبط. طب ما ده اللي انا عايزه اجابه، بس هو كلنا اللعيب عايزين اجابه. اللعيب هقول لك، اللعيب اللي هو اللي بره، اللي هو بنقول اللي هو في نفس سنه، بيتم اعداده من وهو عنده 14 سنه عشان يبقى في لما يجي باريس او يجي الاولمبيكس اللي هي اللي بعد الجايه، يبقى واقف على البوديوم. على فكره ما دور الاتحادات ودور المؤسسات المختلفه ان هي تذلل كل العقبات اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي، سؤال ليه علاقه بالامتحانات، بالتعليم، باللايف ستايل، بفكر الاحترافي، بتصفيه الذهن، بعدم الضغط على اللعيبه. هو ده مش دور الاتحادات ولا ده إيه؟ دور الاتحادات ودور المجتمع ودور وزاره الشباب والرياضه ودور الاهالي. انت معلش، انت كوليه امر ابنك في ثانويه عامه تمام؟ عنده بطوله عالم وعنده امتحانات ثانويه عامه. ما هو لو المدرسه ما عملتش اكسبشن لابني هضطر ان انا اضغط عليه، يبقى هي سلسله منظومة. واحده. ما هي منظومه اكزاكتلي بس هتبدا باصحاب القرارات. بس هي بتفرق بقى في ايه؟ الالعاب بقى اللي هم زي مثلا السلاح تحديدا، السلاح معظم الابطال حاليا هو اولياء امورهم اصلا كانوا ابطال سلاح ومدربين سلاح، وتعليمهم مختلف شويه، فهتلاقي في السن الصغير ده هم دولت اللي بيحققوا النتائج والبطولات. المنتاليتي مختلفة. المنتاليتي مختلفة. كان بقى حد عنده التشانس دي؟ لو احنا بنتكلم على قطاع السلاح، قطاع السلاح مختلف، مش قصدي حاجة يعني مش بقارن، بس قطاع السلاح مختلف عن قطاع المصارعة، عن قطاع رفع الأثقال، عن قطاع ألعاب القوة يعني. فهي كل قطاع، قطاع الخماسي، بصي اتحاد الخماسي واتحاد السلاح خليهم على جنب، إن شاء الله هيجيبوا ميداليات، هيجيبوا ميداليات إن شاء الله. مين اسماء مش حاضر يعني؟ في اسماء مطروح. انا بس على ذكر محمد حمزه، هو بقول لك كسب بطل ذهبيه طوكيو، هو الثاني برضه ممكن يكون بيلعب كاس عالم، فهو مش بيتراخى بس مش بنفس حميه الاولمبيكس يعني. انت واحنا قاعدين دلوقتي زي ما هتعملي انترفيو مثلا مع الوزير؟ لا يعني مع كامل احترامي طبعا لينا انا اقصد احنا قاعدين فريندلي، انا جبتها لك ليه؟ فريندلي اه طبعا، صح، هي نفس الفكره. بص انا شايف ان طالما قطاع السلاح مختلف عن قطاع المصارعه، يبقى احنا نقفل الحلقه على كده، وبارك الله في المنازل، ونشوفك على خير في اقرب فرصه باذن الله، ونورت الدنيا كلها. ميرسي جدا ليكم، وان شاء الله دايما كده في نجاحات للنادي الاهلي ونجاحات للرياضه المصريه يا رب. لا شادي والله فقرتك تبقى حلوه بجد من غير مجامله، ولازم تنورنا تاني باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. نشكر حضراتكم على متابعتنا اكيد النهارده، وبكره ان شاء الله يتجدد اللقاء 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.